في الصين الكبيرة، بتعرف الصين كتير، مليار وشوية صح، مليار ونص بتاع. الصين دي ظلت بلد فقيرة لحد السبعينات، لحد السبعينات. 77 قرر دينج شياو بينج انه يفكر بعقل مختلف ويخرج على ماو تسي تونج، يعني يقعد يفكر معاه نعمل ايه. الراجل هتشوف ده أروبا، الراجل ده أروبا، أروبا أروبا يعني. هو مات في التسعينات، مات عنده حوالي 93 سنة، صحيح والله مات عنده حوالي 94 يعني عمر. وبس هو قدم استقالته، خلي بالك الراجل ده الشيوعي ده قدم استقالته وساب المجال للشباب اللي تحت منه اللي هم 70 و80 سنة يعني. الراجل ده قال لهم شوفوا يا جماعة احنا مش هينفع كده، احنا كتير، وحكاية ان احنا بننتج واقتصاد شيوعي وما فيش ملكية خاصة انسوه. طلب عقد اجتماع للحزب، اللجنة المركزية، عرض عليهم 7 مرات فكرة الاستعانة بخبير أجنبي. شوف استعانة بإيه؟ قالوا له لا. في المرة الثامنة قالوا له روح أنت عاوز إيه؟ قال لهم أنا هجيب خبير من أكسفورد بتاع اقتصاد يدينا خبرته في الاقتصاد المصري. شوف ده الشيوعي، ده مين؟ شيوعي. وهو صاحب مقولة لا يهمني لون القط، انا ما يهمنيش القط اللي عندي لونه ايه، المهم ياكل الفيران. ودي تعبير راقي جدا، انا مش مهم اكون اقتصاد سوق حر ولا اقتصاد شيوعي، المهم ان انا ايه الاقتصاد ده ينعش البلد. ده الشيوعي اللي احنا بنقول عليه ايه اف. راح اتصل بجامعه اوكسفورد قال لهم انا عاوز خبير، قالوا له انت في الصين عاوز خبير من عندنا؟ انتهبل، انتوا الصين دي دماغكم قفله. قال لهم عاوز خبير، اتصل بيهم 3 4 مرات في الاخر وافقوا، قال لهم هتفعلوا راتبه واجازه 60 يوم وراتبه الكامل بحوافزه اللي عندكم دي هتفعلوا والطيران على حسابنا. قالوا له انتوا دوله شيوعيه؟ قالوا له هنعمل ايه يا معلم؟ قال لهم شوف عندي برنامج من 4 حاجات، انا بوريك حاجات مش اقول لك ايه هنعمل ايه في البلد والبلد كبيره والبلد واسعه، انت نصاب وحرامي ولا مؤاخذه بيك حسين وي مش هقول لك الباقي. قال لهم اول حاجه خلينا انتوا شغالين ايه؟ الاقتصاد بتاعكم ايه؟ انت لو سالت السؤال ده في مصر مش هتلاقي اجابه، احنا اقتصادنا ايه؟ حر يعني ليبرال ولا اقتصاد فيه اقتصاد مركزي ولا خلطه؟ قال لهم شوفوا مفيش حد في العالم يعيش بدون ما يكون عنده اقتصاد حر وانتوا دولة مركزية. فقال لك ايه؟ نبلور مفهوم جديد اسمه الاقتصاد والسوق الاشتراكي. يعني ايه اقتصاد السوق؟ هي بس في غلطة في الكتابة، انه انت كدولة شيوعية تحافظ على اقتصاد الايه الاشتراكي بتاعك وتعمل ايه وتفتح مجالات داخل الصين للاقتصاد الليبرالي. يعني مش تقوم جايب الدوله قالبها من الاشتراكيه لايه؟ للليبراليه، هتبوظ منك زي ما بيعمل السيسي دلوقتي. هو بيعمل دلوقتي السيسي قالبها، فلما قالبها يجيب اعلى قفص مش عارف مش عارف يلمها. قالوا له يا معلم انت تعمل جزر للاقتصاد السوق الحر وتخلي الدوله تحافظ على اقتصاد السوق للطبقات الدنيا، يبقى الفقير عايش ولا لا يا استاذ؟ عايش. بس انت بتعمل تجربه زي ما تكون بتحقن الاقتصاد المركزي بايه؟ بتجربه راسماليه، مش هقوم جاي مصر كده اديها لصندوق النقد الدولي، النقد الدولي وهنعمل ايه يا جماعه؟ هنغير كل حاجه وهنشيل الدعم ونعمل والناس تلطم، لا مفيش كده. 2 ايوه يا جماعه احنا مليار وشويه، لازم العالم نستفيد من هذا العالم. احنا بنصدر مش لينا، بننتج مش لينا، لازم نصدر للعالم. يبقى لازم نخش منظمة التجارة الايه؟ العالمية. وانا عندي بضاعة كتير يبقى هبيع ايه؟ اكتر. ايوه هو جمع بين الفكر الاقتصادي الحر، السوق الحر والاشتراكية. وقال له ثالث حاجة لازم الاسر يبقى في نظام اسر منتجة في المناطق الريفية. مفيش حاجة اسمها الراجل بتاع الريف ده يتبهدل ويترمي، لازم يبقى عنده نموذج للنجاح. تجربة عمل. لازم يبقى في اسر منتجه تشتغل في كل حاجه، هتلاقي حاجات بتجي لك من الصين
حاجات صغيره كده اسر اللي بتنتجها. ورابع حاجه قال لهم مفيش حاجه اسمها موظف او واحد في شركه يشتغل ياخد راتب والعلاوه السنويه كذا بدون ما يكون في نظام لتقييم الاداء، وتبقى الرواتب على قد الانتاج، الرواتب على قد الايه؟ وليك نسبه من الارباح. يعني المؤسسه اللي حضرتك فيها ده كلام مش جديد ولا حاجه، ده كلام عبيط يعني، مؤاخذه مش كلام يعني ما هوش اختراع يعني. مش اللي انا بقوله ده مش اختراع، واللي الراجل ده عمله مش اختراع. وبعدين قال لهم الروشيتا. خلاص عرفنا التوجه اهو. ده التوجه. هنفتح شويه الاقتصاد السوق. هنربط بالاقتصاد العالمي، هننتج في الاسر، هنعمل معالجه للايه؟ للرواتب والدخول مقابل الانتاجيه. خلاص. قال لهم بقى تعالوا انتوا يا حكومه شويه فاسدين. اول حاجه متطلبات للنجاح واحد حكومه نظيفه امينه نزيهه. هتلاقي دي في مصر دلوقتي؟ انت عاوز تنجح، ما انا حطيت لك دول، ده كلام الاربعه دول حاجه عادي موجوده في الكتب. انما عشان ده يتحقق لازم واحد يكون في حكومه نظيفه وامينه وايه؟ ونزيهه. مفيش بلد هيبقى فيها فساد بالكم ده وهتتحول. حاجه معروفه. عشان كده الرئيس مرسي والسنة الأولى كانت الفكرة هي مكافحة الفساد. ولو السيسي كافح الفساد في السنة الأولى ورشد المصروفات ودخل الفلوس اللي دخلت لمصر بدل ما يحارب بيها شعبه، الإنتاج كانت تحولت مصر في الأربع سنين دول خمسة دول، والله كان في تحول كبير يحصل. إنما لا. اتنين قال لهم تضيقوا الفجوة بين الشرق والغرب أو الشمال والجنوب، الغني الأغنياء والإيه؟ والفقراء. فتوسعوا التجارة الداخلية البينية. وتنقلوا الخبرات الصعايده والبحروه الشرق والغرب، يبقى في تبادل الخبره. انت بتنتج ايه؟ انا بنتج ايه؟ مش احنا المؤتمر الافريقي، يا عم انت محتاج المؤتمر المصري داخل مصر. الشمال بينتج ايه؟ السواحل بينتجوا ايه؟ والريف بينتج ايه؟ الكلام ده كله مش موجود ولا حد بيحطه في الاجنده. ثلاثه تقليل تضخم العمله. مع العمله دي ليها قيمه، لما قيمتها تقل يبقى الجنيه بيبقى بربع جنيه زي ما حصل في الدولار. كنا بسبعة جنيه بقى بكام؟ بـ18. ايه العمله قلت؟ فانهارت سعر العمله وحصل تضخم في السوق، والتضخم ده بيخلي قيمه الشراء تقل. فاضطر الدوله تعمل ايه كمان؟ تطبع فلوس. تطبع ايه؟ اربعه قال لهم دربوا الوزراء وكبار المسؤولين على الاداره والقياده الرشيده ويتعلموا انجليزي يا مرسي. يتعلموا ايه؟ هو ده كلام يا جماعه كيمياء؟ ولا انا بقوله ده حاجه صعبه؟ شفت حضرتك في اللي انا قلته ده حاجه محتاجه يعني الخبير. مين اللي حط الخطه دي؟ من جامعه اوكسفورد. صدق او لا تصدق؟ عالم واكاديمي عراقي اسمه الياس خرخيس او كوركيس من جامعة اوكسفورد. شفت صوته على الشاشة ولا مش شفتهاش؟ وريني يا عم الراجل. اعتبر مش الاهل لا هي كيمياء. طب انت عندك محمد العريان في امريكا صح؟ لو انت جيت وقعدت مع العسكر هيطلعوا محمد العريان جاهل صح؟ محمد العريان ده واحد من اكبر دماغة الاقتصاد في العالم. لو جه مصر مرتين ومشي قال لك يا عم اجري بسرعة احسن ايه؟ لو قعد مع سيادة اللواء هيقول له ولكن انا عايز اعرفك بقى الشعب المصري ده شعب جاهل وشعب عبيط وحضرتك هتعلمنا احنا بندير البلد يا باشا صح ولا هيعمل كده؟ هو ما عندوش حاجه يا جماعه. الناس دي خاويه خواء الصحراء من اي نبات يعني ما عندهاش فكره. وبالتالي فكره الاصلاح فكره سهله وسهله جدا، محتاجه اراده بس كمان. وهي محتاجه الاراده محتاجه مقومات ليها شروط. ايوه يقول لك يا عم هو الدكتور بيعمل ايه؟ ده بيحط ايده هنا كده وبيعمل كده وبيعمل كده. صح هو بيعمل الحركتين دول بس هو درس كده عارف كل حركه معناها ايه ولا انا غلطان يا استاذ؟ اصل حضرتك تفكر يعني ان مساله سهله بتاعت الطب دي يقول لك ده الراجل ده كويس ده الجراح هو بيعمل ايه؟ ده بيعمل مشرط كده وبيطلع ازاي ده كده وبيرميها كده. لا يا معلم هي سهله على اللي دي تخصصه وده فنه والاقتصاد سهل اذا ما احسنت اداره الموارد اللي عندك، اذا ما خلقت بيئه صالحة نزيهة. مصر مش محتاجة، وأنا دايماً أقول لك إن مصر مش محتاجة ليه؟ لأنها فعلاً مش محتاجة. يعني كومة العسكر دي تفكها ببروفيسور. يعني لو أنت تقول لي يا حمزة يا زوبع تفك الكومة دي كلها بكام؟
هفكها لك باثنين بروفيسورين من مصر، واحد من جوه واحد من بره. والله العظيم يعني الهيصه دي كلها، الشاله دي كلها تتشال، وعليهم السيسي كمان. يعني هات كومه العسكر دول والسيسي وافكهم لك بنص بروفيسور، ولا محتاجه يعني.